إرهابي 007 فتى استخدم الإنترنت من بيته في لندن في بناء شبكة تحض على العنف تمتد من العراق مرورا بأوروبا ووصولا إلى كندا والولايات المتحدة. يونس تسولي وصل لندن قادما من المغرب مع والده عام 2001 وأبدى نبوغا واضحا في دراسة تكنولوجيا المعلومات بهذه الكلية. بدايه نشاطه تمثل في عرض صور كهذه قيل انها التقطت من قمره قياده مقاتله امريكيه وانها تظهر استهداف امريكيين لمدنيين عراقيين في الفلوجه وبحلول عام 2004 بدأت سولي في وضع معلومات على الانترنت تحت اسم ارهابي 007 تتضمن كيفية اختراق المواقع، وتمكن من وضع صور لأسامة بن لادن على مواقع حكومية أمريكية. كانت سولي يعمل سمسارا للقاعدة في العراق وفي كل مكان آخر على الانترنت، لقد كان يقوم بمهام لم تكن القاعدة لتقوم بها بنفسها، لديه مهارات تسويقية ولديه القدرات التقنية لوضع المواد على الشبكة العنكبوتية. بحيث يصعب معرفة وضعها ومن ثم اعتقاله المسلحون في العراق كانوا يصورون عمليات انتحارية ويرسلونها إلى تسولي لوضعها على مواقع كان ينشئها بمساعدة شخص يدعى طارق الدر الذي ربما لم يلتقي به تسولي أبدا لكنهما يشتركان في نفس الفكر في خريف عام 2005 وصلت إلى البوسنة مجموعة أطلقت على نفسها اسم فرع القاعدة في شمال أوروبا لتنفيذ أعمال عنف بمساعدة معلومات زودهم بها تسولي وعندما كشف أمرهم تبين أن آخر اتصال لهم كان بشخص يعيش في غرب لندن الشرطة البريطانية تمكنت من تحديد موقع الاتصال وهاجمت المكان وبعد مقاومة من جانب تسولي سقط في يد الشرطة عندها لم تكن تعلم السلطات ان تسولي هو ارهابي 007. تسولي كان يصمم موقعا لتعليم تقنيات التفجير لدى اعتقاله واستغرق الامر شهرا كاملا لمعرفه خطوره تسولي عندما وجدت الشرطه جهازه يحوي برنامجا عن كيفيه تصنيع سيارات مفخخه وتعليمات عن عمل حزام ناسف وعلى اثر اعتقاله اعتقلت عده مجموعات اخرى في الدنمارك وكندا والولايات المتحده. اما هنا في بريطانيا فتبين انه على علاقه غير مشروعه باخرين من خلال موقع التبيان. سولي يقضي الان عقوبة السجن 16 عاما في سجن بالمارش الحصين في لندن ولا يسمح له باستخدام الانترنت وقد كتب لوالده من السجن قائلا ان الموت افضل عنده من السجن. أفكار تسولي كانت تستولي بصورة رئيسية على عقول صغار السن، هم أكثر من تأثروا بتلك الأفكار. فرصة تأثر الصغار كبيرة للغاية، ولأنهم صغار فإنهم يتعاملون كثيراً مع الإنترنت، واحتمال تأثرهم يكون كبيراً للغاية الشرطة البريطانية تعمل حاليا مع مزودي خدمات الإنترنت على النظر في الطرق التي تستخدم في نشر الأفكار المتطرفة إلا أن مكافحة ما يعرف بالإرهاب على الإنترنت ليس سهلا ويجمع الخبراء على أن التحكم في ما ينشر على الإنترنت أو في الاتصالات التي تجرى عبرها هو ضرب من المستحيلات فمن غرفة صغيرة في هذا البيت بغرب لندن تمكنت سولي من أن يحتل موقع الصدارة بين من يطلقون على أنفسهم اسم جهادي الإنترنت وعلى مدى نحو أربع سنوات لم تتمكن سلطات دول كبرى من كشف أمره إلا فقط بمحض الصدفة من منطقة شيبرتز بوش في غرب لندن محمد طه بي بي سي برنامج لجنة تقصي الحقائق